ازاي؟ ريال مدريد عنده اصابات وعنده غيابات، هل ده هيأثر على ريال مدريد ولا ريال مدريد بالفريق العظيم عنده في كل مركز 2 3 لو حد من النجوم غاب ما يأثرش؟ قول لي كده. ده وضع طبيعي، ده وضع طبيعي في الانديه اللي بحجم ريال مدريد واللي هو احسن نادي في القاره بمعنى اصح. ما اعتقدش ان هو يتاثر بغيابات لعيبه، انما هو في لعيبه مهمه، لعيبه مهمه، كورتوا حارس المرمى، كورتوا، بنزيما، ميليتاو، ايدن هازارد، غيابات عنده على الاقل 6 غيابات. مندي بس مش اساسيين، يعني في مندي مش اساسي، في اكتر من لعيب. لا مندي اساسي، مندي بيلعب، الراجل باك ليفت هو الوحيد اللي بيلعب طول الموسم. لا كل لعيبه، ديفيد الابا اللي بيلعب دلوقتي، الابا رجع خلاص، رجع من ماتش مايوركا. انما انا بكلمك كسكواد فرقه، لا ما الريال ماشي برضو، كان عنده بعض الغيابات في ماتش فالنسيا وكسب فالنسيا، كان عنده بعض الغيابات في مايوركا وخسر. هي الامور السنه دي مع ريال مدريد فيها تخبط، مش ماشيه كويس. الليجا بتبعد لسه، السوق برشلونه فرق 8 نقط بينه وبين برشلونه. غير كده وكده كمان، انا بقول لك هو جاي ومركز على البطوله دي بالاخص، لانه فعلا ممكن السنه دي الريال ما يحققش بطولات غير البطوله دي. بالنسبه له دي ماتشين ياخد بطوله، بالنسبه له البطوله دي مهمه. انت عندك دوري ابطال اوروبا لسه في علم الغيب، وعنده مواجهه برضه، مواجهه ناريه، او هيبقى في طار بايد برضه الليفر تاني، عنده الكاس فقبل النهائي، عنده برشلونه رايح جاي برضه، الموضوع صعب بالنسبه له، الدوري بيبعد. فدي ممكن البطوله الوحيده اللي ممكن يكون جاي مركز فيها. ايوه، انما لو هنتكلم على النادي بالنسبه لهم عنده فرقتين، الهلال والاهلي، بالنسبه له طبعا فرقتين اقل من الفرق الاوروبيه بالنسبه لهم يعني. انما الكره عودتنا غير كده خالص. لحد الان او لحد قبل الصفاره يعني، وصفاره المباراه بتبدا، الماتش 50-50 صح. وزي ما ابو المجد قال، طول ما الوقت بيمر والنتيجه لسه 0-0، انت بتاخد الثقه ومعنوياتك بتزيد، والضغوطات ممكن بتزيد عليه هو. ونادي الاهلي دلوقتي في احسن حالاته، كان دفاعيا او هجوميا. ايوه، فاتمنى من اللعيبه فعلا الرهبه ما تبقاش لدرجه الخوف. لا ممكن انا عندي الاهلي خلاص يعني، اعتقد موضوع الخوف ده يعني مع الماتشات ومع البطولات ولعبت اوكلاند سيتي ولعبت سياتل الامريكي، لا ده حاجه، وده دي مدارس وده مدرسه لوحده. قصدي يعني جو البطوله نفسه، حتى لو مع ريال مدريد انت بتعيش اجواء البطوله ماشي، مفيش مشكله. انما لما تيجي تلعب نادي ما تقوليش اوكلاند تقارنه بريال مدريد، لا ده فرق السماء والارض.